بسم الله الرحمن الرحيم. احنا فريق جينا من تونس زيارة الجزائر. الجزائر بلدنا والجزائر نتشرفوا بها وتشرف بينا، فهمتني؟ وجينا معناها لولاية قالمة، وجينا بالضبط لحمام الدباق. حمام ما شاء الله معناها شلالات وما درجة حرارة تفوق 97 درجة، والمناظر الخلابة والطبيعة الخلابة، وما شاء الله معناها الله يبارك كل شيء ما منظم، وناس استقبال جيد والطبيعة جيدة، فهمتني؟ وعز الناس ندعو معناها كل الأخيان وكل الأحباب اللي يحب يجي يدخل الحمام الدباغ ويزور ويشوف معناها، وناس أهل الجود وأهل الكرم، وناس معناها فهمتني من أحلى ما ثم، من أحلى المناطق في العالم. وهذا الحمام هذا معناها مياه معدنية سخنة، وهاكم تشوفوا فيها معناها ما شاء الله مع الطبيعة مع الجو الحلو مع الجبال المحيطة مع الدنيا الكل. والله يبارك فيهم الخيان ويرحم والديهم.